السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه تهم الاف من الخريجين، منهم اصحاب الشهادات العليا وايضا الاوائل من خريجي البكالوريوس. اكيد اغلبيه المتخرجين واصحاب الشهادات عرفوا الحلقه تخص اي دائره بعينها، مجلس الخدمه العامه الاتحادي. هذه الدائره التي عنيت بقضيه التعيين. اليوم الحديث يدور بين الموازنه او الموازنه الثلاث سنوات القادمه، هي ما تمتلك في متون نصوصها غرض التعيين او درجات وظيفيه، بل هناك حذف واستحداث. بقى الأمل معلق بهذه الدائرة في مجلس الخدمة، كذا 1000 درجة وظيفية بعد التدقيق والتمحيص الأيام القادمة، بل غدا أو بعد غد ممكن أن يبت أو يعملون على تصفية الأسماء أو تعيينهم بالدوائر ذات الاختصاص. بكل تأكيد حتى نغطي على هذا الموضوع المهم واللي ينتظروا آلاف، مثل ما تحدثنا قبل قليل آلاف من الخريجين، حبينا أن نستضيف، وشكرا جزيلا طبعا تلبية الدعوة، الأستاذ المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الأستاذ سعد اللامي. شكرا جزيلا لك في البداية على تلبية الطلب، وشاكر لك مرة أخرى. شكرا لك دكتور على الاستضافة، شكرا لقناتك أيضا المحترمة، شكرا لهذه الفرصة الطيبة للقاء الجمهور مرة أخرى وإطلاعهم على آخر المستجدات في عملنا. أحسنتم، شكرا جزيلا لك أستاذ سعد، وهاي الروح الطيبة دائما والكلام الطيب، ممكن تليفون واحد بتاعنا جاهز أن نقدم هاي الخدمة من خلال برنامجكم، وهذا شرف كبير لنا. أستاذ سعد، خلنا نبدأ موضوع حلقتنا والأوائل وأصحاب الشهادات العليا بانتظار المجلس أو مجلس الخدمة الاتحادي. نعم. وين وصلت تحضيراتكم توزيع؟ حسب ما سمعنا بأنه خلال الأيام القليلة القادمة راح يتم الإعلان عن تعيينات لحملة الشهادات. نعم، أكرر شكري لحضرتك دكتور. إحنا الحقيقة منذ تاريخ 18/4 من الشهر الماضي، 18 نيسان، وهو تاريخ إغلاق استمارة التقديم على التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل، والذين هم مشمولين بقانوني 59 و67 والذين ضمنوا في قانون الموازنة العامة الاتحادي لعام 2023 قانون رقم 13. بالتأكيد الحقيقة منذ تاريخ 18/4 إلى غاية اللحظة، يعني بالمناسبة احنا اليوم سبت، في أيام العطل عندنا دوام في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، لجان التدقيق مستمرة في عملها صباحا، هناك وجبة تعمل صباحا أثناء الدوام الرسمي، وهناك وجبة تعمل مساء. اللجان الحقيقة لجان التدقيق يشرف عليها بشكل يومي وشخصي وبشكل مباشر وفي اللحظة السيد رئيس المجلس. لا أخفيك السادة أعضاء المجلس أيضا مكلفين بأن يتابعوا أعمال اللجان بتوزيع الأدوار من خلال السيد رئيس المجلس. هناك عمل بخلية نحل بشكل يعني لحظوي لا ينقطع. طبعا. الحمد لله انتهينا من عملية تدقيق بيانات الدبلوم من الأوائل، وانتهينا من تدقيق بيانات البكالوريوس من الأوائل أيضا، وانتهينا من تدقيق بيانات الدكتوراه الذين هم يحملون شهادة الدكتوراه وأيضا فيهم أوائل في شهادة الدكتوراه، وانتهينا الحمد لله يوم الخميس أيضا بشكل بحدود 95% جميل. من بيانات حملة الماجستير وأيضا الشهادات العليا والأوائل. نطمح بإذن الله تعالى أنه في يوم غد وبعد يوم غد البدء في عملية ربما التوزيع لبعض الدوائر وليس جميعها. أنت تعرف حضرتك دكتور هناك كثير من البيانات التي وصلت إلى المجلس من قبل المتقدمين،
اكتشفنا فيها الكثير من الأخطاء الحقيقة، وكان هناك لدينا هاجس لا أخفيك، نرى ربما هذه الأخطاء تم مرورها عبر ديوان الرقابة المالية في عملية التقاطع الوظيفي، فيما لو كان المتقدم لديه وظيفة أخرى. يعني مستمر بالوظيفة قصدك؟ يعني هو لديه وظيفة، مستمر في الوظيفة، أو لديه عقد. بالتالي هذه البيانات التي وضعنا عليها علامات استفهام احتاجت إلى تدقيق. طلبنا من المصادر التي بعثت إلينا من قبل دوائرهم، جامعاتهم، كلياتهم، تدقيقها مرة أخرى، وأيضا أرسلناها إلى ديوان الرقابة المالية لإجراء التقاطع الوظيفي مرة أخرى. هسه واحد يسأل يقول أنتوا تعقدون المسائل؟ أقول لا، إحنا ما نعقد المسائل، إحنا استفادينا من تجربتنا في العام الماضي تمام في عملية توظيف المرحلة الأولى، واللي حثت فيها ربما الكثير من عمليات عدم وضع الشخوص المتقدمين من حملة الشهادات والأوائل في الأماكن التي من الممكن أن يبدعوا فيها، من الممكن أن توظف قدراتهم ومؤهلاتهم حسب اختصاصهم الأكاديمية، حسب اختصاصهم في هذه الأماكن. ولا يعني ما أخفيك دكتور، يعني المرحلة الأولى كانت التوزيع تجريبي بشكل مباشر من قبل وزارة المالية، ساهمنا في عملية التوزيع ولكن لم نكن أصحاب القرار في الدرجة الأولى في عملية التوزيع. الآن بعد أن رفعنا تقرير بانتهاء المرحلة الأولى من التوظيف التي جرت في العام الماضي وما رافقها من ظروف، ورفعنا تقرير إلى مجلس الوزراء، توصيات. مجلس الوزراء الحقيقة نظر بعناية واهتمام بهذا التقرير، وتم تشكيل لجنة تسمى بلجنة الأمر الديواني برئاسة كبير مستشاري السيد دولة رئيس الوزراء. وبالتالي هذه اللجنة، لجنة الأمر الديواني، أوصت بأن يكون مجلس الخدمة العامة الاتحادي في قادم العمليات التوظيف، وليس في فقط في هذا التوظيف، هو المسؤول عام عملية توزيع الدرجات الوظيفية للدوائر الدولة. احنا الان يعني مثل ما وصفت لك دكتور جاهزين لعملية التوزيع، نبدأ هذا الاسبوع بإذن الله تعالى عملية التوزيع، سنبدأ مع الدوائر المهمة. ربما ايضا وصلت كثير من الرسائل الى كثير من الاخوة المتقدمين لدوائر مهمة جرت مقابلتهم، وايضا ربما واحد يسأل يقول ليش هذولي تم انتقائهم لهذه الدوائر المهمة ومن هي الدوائر المهمة؟ تتعرف حضرتك دكتور هناك دوائر فيها خصوصية، صح، يعني تطالب باختصاصات معينة، بمؤهلات معينة، ببيانات شخصية معينة، بقدرات ذكائية معينة. تمام. منها على سبيل المثال للحصر هيئة النزاهة الاتحادية، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، والأجهزة الأمنية. تمام. غذيناهم بتخصصات اللي المطلوبة من قبلهم، وغذيناهم فوق العدد المطلوب. بمعنى لو نفترض أنه هيئة النزاهة طالبة من عندنا على افتراض 10 اختصاصهم بكالوريوس محاسبة مثلا، احنا غذيناهم ب50، قلنا خذوا هذه ال50 أجروا المقابلة معهم، ومن تعتقدون أنه كفؤ لشغل الوظيفة بالنتيجة يتم توظيفه، صح، وأعيدوا المتبقي لنا ليتسنى لنا عملية إعادة توزيعهم، صح، حتى لا يفقدون الفرصة في التنافس. هذه جرت في الأيام الماضية الحقيقة ونجحنا فيها، ما أخفيك دكتور، يعني جدا رحبت الدوائر اللي غذيناها فرصة، لأنه أصبح لديهم عدد متاح، صح، للنظر في عملية إجراء اختيار مقابلتهم وفرزهم بما يخدم دائرتهم وتقديم الخدمة العامة. إيش قد عدد يعني المتقدمين؟ يعني عمل أعتقد عدد مو قليل، يعني وهذا عمليات التدقيق، نعم، وعملية المراجعة، يعني يحتاج إلى وقت كبير بصراحة. إحنا ابتداءً دكتور في عمليات تسجيل أعداد الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل، كان عندنا قاعدة بيانات وصلت بحدود قاربة 100,000 في حينها، من 2003 إلى الآن، يعني بغض النظر عن سنوات، ماكو سنوات، ولكن المهم أن يكون لديه كود فعال، واضح، تم منح كود. عندما شاهدنا البيانات كنا متفائلين جدا، على عكس الجمهور المتابع كان الحقيقة هناك كثير من التشاؤم على اعتبار أنه
الدرجات المتاحة عندنا المتوفرة عندنا 31,418 في قبال عدد بيانات وصلت إلينا بحدود تقارب 100,000. كيف يجري العمل؟ قلنا لا، الحقيقة هذه البيانات التي وصلت إلينا هي ليست البيانات التي يمكن الاعتماد عليها أثناء إطلاق استمارة التقديم. تمام. عندما سنطلق استمارة التقديم كان عندنا ثقة مطلقة بعملنا أنه الكثير من هذه البيانات هم إما يعملون في قطاعات خاصة أو متعينين صحيح. ويعتقدون أنه بالإمكان أنه هو يخبئ وظيفته ويأتي لوظيفة أخرى أفضل منها. تمام. أو هو خارج العراق ليكمل دراسته، على سبيل المثال مثلا دكتور ماجستير وعنده كود وجتنا بياناته، هو ذهب لخارج العراق ليكمل الدكتوراه، ما ممكن يجي يتقدم على التوظيف وهو أثناء الدراسة للحصول على الدكتوراه. الحمد لله بعد أن يعني فتحنا أو أطلقنا الاستمارة، استمارة التوظيف، وأغلقناها في 18/4 وصلت عدد القيود الوظيفية الصالحة، يعني هكذا نصفها، لعملية تقديمها للتوظيف 22,800 تقريبا. والمطلوب احنا عندنا 31,418 درجات وظيفية في قبال المتقدمين على استمارة التوظيف، وصل عددهم الى 22,850 او اكثر من ذلك. يعني الفاض ايش قد يعني؟ يعني بحدود 8,500 او ربما يشارف على 9,000. ايش راح نسوي بيها؟ احنا طبعا حتى هذه ال 22,850 ايضا ممكن تغربل مره اخرى. صح. يعني ما اخفيك بالعام الماضي في المرحله الاولى ايضا عندما وظفناهم الاخوه الاعزاء كثير منهم لم يباشروا في وظائفهم. يعني هو إما كان منشغل بظرف خاص به، إما كان يخطط لإكمال دراسته، إما هو غير راغب بالتوظيف، قعد حسبها مع نفسه وشاف القطاع الخاص. صح. يمكن أفضل. الكثير منهم رواتبهم في القطاعات الخاصة تصل إلى أرقام كبيرة جدا قياسا مع راتب الوظيفة الحكومية. صح. وأنت تأتي للمرة الأولى تتوظف، ما عندك خدمة، راتبك ما يكون بالمستوى اللي انت كنت به يعني. طبعا. ممكن. فايضا نعتقد يعني انه هذا راح الرقم يفيض من عنده. في بكل الاحوال بين قوسين ممكن يصل عندنا الفائض اكثر من 9,000. هذا ما يرجع لوزاره الماليه الدرجه الوظيفيه، لو لكم ترجع للاتحاد. مثل ما نعرف الاخ اللي طلع اسمه. نعم. وما راجع بالقانون المدني 10 أيام يترك العمل، يعتبر بحكم المستقيل. تمام لو لا؟ نعم. فبهذه الحالة هو مستقيل، درجة الوظيفية ترجع لوزارة المالية، ما راح ترجع لمجلس الخدمة. هو هذه بجانبتين دكتور، الجنب الأولى اللي ما يباشر في وظيفته بالتأكيد سيفقد الفرصة. تمام. وتعاد درجته الوظيفية إلى وزارة المالية. أها. بس إحنا نتحدث عن الفائض اللي يعني يبقى شاغر 9,000. نعم واضحة الفكرة أستاذ سعد. نعم. بس عاد إيش أقول؟ هاي الدرجة هم مالتكم يعني مجلس خدمة حرامات راح تعطيكم. هذه شوية ما أخفيك يعني نسبة بسيطة. هذه شوية خلينا نقول يعني مو كلش يحتاج لها وقت حتى نسحبها من. صح. وزارة المالية. أنا يعني ما أخفيك وزارة المالية الاتحادية الحقيقة متعاونين جدا في هذا الإطار، عندما جمع اجتماع مهم مجلس الخدمة العامة الاتحادي مع وزارة المالية، مع وزارة التخطيط، مع وزارة التعليم العالي. مع لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة العامة في مجلس النواب، كان هناك اجتماع في مكتب دولة رئيس الوزراء. برئاسة الدكتور علي رزوقي. كل هذه الغيوم اللي كانت ربما أقول طافية على في الجو تم الحقيقة يعني مسحها، وأصبحت المعادلة أكثر يعني تفاهما في عملية التنسيق. وهذا يعني تدري الآن هو البرنامج الحكومي أيضا يعمل على أنه يكون عمل تنسيق في عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات غير المرتبطة بوزارة. إحنا طموحنا في مجلس الخدمة العامة الاتحادي أنه هذه الدرجات أيضا نستفيد منها. ما أخفيك دكتور، عندنا الكثير من المغذيات ممكن أن نستفيد منها. مثلا عندنا حركة حذف واستحداث. تمام. في الأقليات.
هذه ممكن تسعفنا الدرجات اللي راح تبقى عندنا اللي ما يباشرون، بدنا نتحدث عن اللي ما راح يباشرون. واضح. عندنا ايضا الكثير من طلبوا الاعاده الى الخدمه الوظيفيه وهم ما يمتلكون درجه وظيفيه او لم يحصلوا على درجه وظيفيه، وطبعا عندهم مؤهلات يعني كبيره جدا وممكن ان يسعفون القطاع العام الحكومي، ايضا مفكرين انه هذه تفيدنا. عندنا ايضا قنوات خاصه، ربما ما اخفيك يعني قناه ذوي الهمم لديهم طلبات ملحة في التوظيف ويمتلكون أيضا مواهب كثيرة، أيضا ممكن أن نستفيد منها فيها الدرجة. عملية الدرجات الوظيفية تقدير اللجنة راح تكون أو المجلس خدمة عادي، يعني بالدرجة الأساس الاجتماع اللي تحدثت عنه قبل قليل اللي جمع هاي الأطراف في مكتب دولة رئيس الوزراء يشرف بشكل مباشر على عملنا الآن. ممتاز. ولجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة العامة برئاسة السيدة الفاضلة النائب ليلى التميمي أيضا غير منقطعة عنا، يعني هي تقريبا بشكل إما يومي أو يعني أسبوعي هي تحضر إلى مجلس الخدمة وتحاول أن كل المشاكل اللي نواجهها في عملية إيجاد نوافذ مفتوحة دائمة مع قطاعات الدولة المختلفة الحقيقة تساهم معنا في عملية حلحلتها. العمل يجري بتعاون كبير، يعني هو ليس مبالغة بالحقيقة، هذا ما يجري على أرض الواقع، هناك تعاون كبير، هناك إصرار على أن تكون التوظيفات القادمة مختلفة تماماً عما جرى في الأعوام السابقة. وأنت دكتور سيد العارفين كثير من مؤسسات الدولة تعاني من عمليات ترهل في قبال مؤسسات أخرى تعاني من النقص في الجهاز الإداري. تمام. يعني هنا أكو معايير مثلاً لاختيار الخريجين، مثلاً نسب السكانية المناطقية، لو خلص متقدم بدون عنوان يشتغل لكن عنوانه هو خريج او حامل شهادة عليا فقط؟ لا، احنا الحقيقه هسه البقعه الجغرافيه بالتاكيد هي واحده من الاشياء المهمه التي نعول عليها في عمليه توزيع الوظائف، لانه هذا تضمن في عمليه التقديم على الاستماره بالبيانات الشخصيه مذكور عنوان السكن، من غير المنطق انه شخص سكنت بغداد او ادي الكركوك يعني. تمام. ولكن في نفس الوقت اذا كان هناك شخص في كركوك فاوظفه في كركوك، خو مو اجيب البغداد واخليه عاني. وبالتالي هذه واحده من النقاط المهمه اللي ذكرتها حضرتك، ولكن ايضا هناك نقاط اخرى في عمليات التفاضل في عمليات توزيع الادوار الوظيفيه. احنا عندنا معدل الطالب جدا مهم، صح، تسلسله في دفعته جدا مهم. تمام. وضعنا في استماره التقديم كثير من البيانات التي طلبناها وكان لدينا قصد في هذا. طلبنا من المتقدم ان يذكر اذا كان عنده ورش عمل، شارك في ورش عمل ويقدم بالدليل بكتاب من دوائر حكوميه وليست اهليه انه هو مشارك في ورش عمل، إن كان داخلية أو خارجية. داخلية أو خارجية، على أن يكون ما يقدمه دليل موثق، إثبات رسمي أنه شارك في هذه. إذا كان عنده أعمال تطوعية في دوائر القطاع العام الحكومي، إذا كان عنده تسجيل في نقابة ما، وهذا تشجيع من مجلس الخدمة العامة الاتحادي أنه يا أخوان اذهبوا لتسجيل أنفسكم في نقاباتكم. هاي تفعيل نقابات ايضا. بالضبط، احنا نريدهم الحقيقه يساهمون او يروحون يشاركون في منظمات اجتماعات، مؤتمرات، ندوات. بالنتيجه الشهاده ما تكفي في التوظيف دكتور، انت تعرف حضرتك سيد العافي. صحيح. انا اذا ما عندي مهارات شخصيه تساعدني ايضا في عمليه اكتساب اشياء اخرى، ثقافات عامه تخليني اكون مؤهل في الخدمه الوظيفيه. يعني انا شنو استفاد من شخص عنده شهاده مثلا في الهندسه الكهربائيه وعد ما اجلسه على مكتب معين واقول له احتاجك اليوم تقضي لي هذا الموضوع الاداري، ويقول لي والله انا ما اعرف الحقيقه. هذا يعني في تصورنا في مجلس الخدمه افتقاد لعنصر مهم، عنصر الاداره. فمع المؤهلات العلميه اللي يمتلكوها نحتاج ان ننمي مهاراتهم، فطلبنا هذه البيانات،
حتى اذا كانت متوفره متاحه الحقيقه ما في دكتور هذا ننظر له بعين الاهتمام على طبعا. اعتبار انه هو عنصر نشط فاعل يحاول ان يطور من نفسه خلال فتره تخرجه الى الان الى عمليه اطلاق الاستماره هو مجالس في بيتهم والمعلومات اللي اكتسبها اكاديميا لم تذهب سدى بقت فعاله في خلايا دماغه من خلال ذهابه الى عديد الورش العمل وكذا. وانا مو محل انتقاد دكتور بس ما اخفيك صدقني يعني انا قابلت الكثير من حمله الشهادات الحقيقه حتى انتقدتهم على خطهم في اللغه العربيه. يعني انت تدري حضرتك انت من تكون حامل شهاده عليا بعد ما يصير يجي واحد يعلمك او ينتقدك على خطك المفترض انت تعمل على انه تحسن من قدراتك وبالتالي هي لغتنا الام بالتأكيد. يعني ما طالب منك انه يكون خطك جيد في الاسبانيه انا طالب منك ان يكون خطك في اللغه العربيه ما محتاج لغتك خطاط لغتك الام ولكن على الاقل تقدر تمتلك لك مهاره ومع الاملاء يعني اشاهد الكثير من الاخطاء اللغويه والاملائيه هاي مشكله كبيره طبعا ويعني هاي ما اعرف اني بالحقيقه شويه جدا صريح يعني اتحدث بشكل مباشر يعني مع الشخص اقول له اخي العزيز هذا لا يكتب بهذا الشكل يكتب بهذا صح هذه مشكلة للأسف أصبحت ثقافة للكثير نعم. عن طريق الفيسبوك وغير هذا التواصل الاجتماعي حتى إن شاء الله تكتب إن شاء الله صح وضاد اقتصاد وهكذا هذه مشكلة يعني الإنسان العراقي أو العربي بشكل عام العرب مو فقط العراقي نعم. سعد العربي بشكل عام هذه الآفة اللي نزلت لنا التواصل الاجتماعي بلي. للأسف اللي ما تستخدم جعلتنا نترك الكتب والقرائن نترك القلم وتروح وتكتب تخاطب بالضبط. ناس افتراضيين نعم. وتخاطبهم بلغة صح. أخرى تختلف عن اللغة الأم صحيحة جيد أنا مثلا قدمت على مجلس الخدمة نعم ما طلع اسمي بلي شلون اعترض هناك نافذة احنا نفتح نافذة إلكترونية في كل عملية توظيف يعني مثلا على سبيل المثال احنا استنفذنا في الأيام الماضية عملية إجراء الاختبارات والتوظيف للعلوميين من خريجي الكليات التي تسمى الكليات الصحية الساندة وفتحنا باب الاختبار لهم وكانت هناك عملية مفاضلة في عملية احتساب النقاط والحيازة على أكبر عدد من النقاط للحصول على الوظائف هسه راح أتحدث عن معلومة نعم وأنا مسؤول عنها في برنامجك للتاريخ وأمام كل المشاهدين والمستمعين وبإمكانهم التحقق من هذا ابني علوم بيولوجي مشمول بالتوظيف في العلوميين تحدثنا عنهم قدم مع أقرانه خاض اختبار ولم ينجح في عملية الحصول على عدد من النقاط يأهله للتوظيف وخرج من التنافس سبب بسبب عدم حصوله على النقاط المطلوبة منه اي جيد يعني ما تأهل لا ما تأهل وما توظف بالتالي وعلاقاتك لا مو هذا أنا ليش احتيتها بقصدية دكتور أيه. أنا أريد أوصل رسالة للمشاهد إخوان مجلس الخدمة العامة الاتحادي كيان دستوري لو استمر في عمله أنت تتوظف والدليل هسه أي واحد توظف من العام الماضي تسأله قل له انطيت قلم هدية لواحد من موظفين مجلس الخدمة ابتزوك تعرضت لابتزاز إحنا إذا استمرينا في هذا العمل العمل المؤسساتي اللي ما بي يعني واسطات ومحسوبيات وكذا على هذا الحديث إحنا بخير إحنا راح نكون يعني فعلاً نحقق ما يسمى دولة مؤسسات صحيح. حقيقية نضع الشخص المناسب في المكان المناسب حقيقية. نضع فرص عادلة توظيفية لكل المتقدمين طبعا. فأي واحد دكتور ما أسعف ما حصل بالوظيفة أكو نافذة إلكترونية نفتحها لتقديم اعتراضه وبإمكانه أيضا يراجع بشكل شخصي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي يكتب طلب سواء كان مطبوع أو يدويا باعتراضه وننظر في عملية الاعتراض إذا كان طبعا يعني ربما أيضا معلومة لحضرتك دكتور إحنا بالتوظيف العلوميين قدموا الكثير اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم
تم النظر فيها وقبلت اعتراضاتهم. مجلس الخدمة شاهد أنه لديهم وجه حق في عملية الاعتراضات اللي قدموها، ما يؤيد ويثبت لديه الحق. أجرينا لهم اختبارا آخر داخل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اختبار إلكتروني، و 46 منهم الحمد لله فازوا ما شاء الله في هذا الاختبار، ومنهم واحد من ذوي الهمم شجاع جدا من أهل من أهلنا في العمارة. أونلاين كانت اللجنة معه بالاختبار، وحقق الحقيقة حقق درجة يعني عالية جدا في عملية الاختبار ما شاء الله. فالآن ذول 46 بعد أن اعترضوا وتم إعادة اختبارهم حصلوا على الدرجات الوظيفية. شنو أكو يقولون درجات؟ أكو واحد منطي 8 بالمفاضلة كذا، يعني شنو هاي قيمة الدرجات؟ يعني أكو رنج معين؟ هي هذه معادلة حسابية دكتور. المعادلة الحسابية تقف على أنه البيانات الشخصية عليها كذا نقاط، تمام، بيانات الأكاديمية عليها كذا نقاط، تجمع بيانات مشاركتك في أعمال تطوعية كذا نقاط، ورش عمل كذا نقاط، أعمال أخرى كذا نقاط، بحوث منشورة في مجلات محترمة ورصينة ومعترف بها كذا نقاط، مساهماتك الأخرى وهكذا، مجموع النقاط اللي يطلع. فالشاهد أكو واحد يطلع عنده نقطة مثلا 15 نقطة، تمام، معناه عنده نشاطات أخرى، واضح. واحد يطلع عنده 8 لا يتفاجئ، معناها هو في قبال أبو ال 15 هو أقل نشاطاً من صاحب بالتأكيد. 15 بالتأكيد. أسمعت اختبار أكو يعني هسه يطلع اسمه، هم عنده اختبار ثاني؟ يعني هسه احنا على أقل تقدير، ما أخفيك دكتور، الأوائل مثلاً، احنا أوائل العلوميين مثلاً، واضح، خل أضرب لك مثال، أجرينا مقابلتهم في مجلس الخدمة العامة الاتحادي بعد ما طلع اسمه، بعد ما طلع اسمه هو تقدم على التوظيف، طلع اسمه، أجرينا لهم مقابلات. هسه ليش نجري مقابلات دكتور؟ ما أخفيك، يعني مثلا على سبيل المثال احنا في المقابلة نحاول نشاهد المتقدم للتوظيف هل يعاني من تلعثم في عملية نقل الحروف، واضح، فيزيائيا فيسيولوجيا هل هو جاهز، هل يعاني من مشاكل ما. المقابلة الشخصية تحدد الكثير من الحقيقة الأمور، صح، في عملية أنك وين تضع هذا الشخص. هاي لجنة من موجودة طبعا بإشراف السيد رئيس المجلس وأعضاء المجلس، ويتم مقابلتهم داخل مجلس الخدمة. أنا قصدي يعني بأنه حتى ما تروح باتجاه الشخص أنا أو شيء، مثلا يجي باص لشخص معين يقول له هذا خلينا نرفض مثلا ويرفض. لا احنا مثلاً معروف عنا وما سموه احنا نزكي نفسنا، بس الجمهور الحقيقة يزكينا ربما. معروف أنه السيد رئيس المجلس يقابل يومياً عشرات الشخصيات المهمة، بس راح تقابلوا 21,000 مثلاً؟ لا احنا ما نقابل كل المتقدمين. احنا ضربت لك في بداية الحلقة قلت أنه بعض الدوائر المهمة طلبوا من عندنا تخصصات معينة، صحيح، هذول اللي تجروا مقابلتهم. أها. بس اكو تخصصات خلينا نسميها تخصصات يعني عامة لا تحتاج إلى مقابلة، كأن يكون على سبيل المثال في تخصص الترجمة مثلا. هسه هذا الترجمة لا بالتأكيد تجري مقابلته، تمام، حتى نكتشف انه هو يعني هل هو فعلا يمتلك مهارات في الترجمة. على سبيل المثال آخر مثلا اللي ما يحتاج إلى مقابلة القانون. القانون تدري بالإمكان أن يعمل في أكثر من مكان، بالإمكان أن يعمل في الدائرة القانونية، بالإمكان أن يعمل في دائرة إدارية، بالإمكان أن يعمل في دائرة أخرى، وبالتالي حاصل على شهادة عليا بالضبط. أي. بعض الاختصاصات اللي هي اختصاصات ليست دقيقة جدا ما تحتاج إلى مقابلات. بس خوفكم على التغييرات الطارئة اللي صارت ما بعد التخرج، إن صار حادث معين بهذا الشخص بالضبط، أو تغيير حالته بالضبط، أنتم تخوفوا من هذا. بالإضافة إلى دكتور إحنا مو تدري حق حضرتك، الآن مجلس الخدمة يمتلك قاعدة بيانات رصينة ودقيقة. شنو هي قاعدة البيانات؟ احنا طلبنا من دوائر الدولة ينطونا احتياجاتهم، قلنا يا دوائر الدولة اعطونا احتياجاتكم، تريدون درجات وظيفية محتاجين، وصل الرقم عندنا بحدود 80,000 تحتاج القطاع العام الحكومي، بس مو كلهم درجة يعني حملت شهادات عليا، يعني يحتاجون الى عامل حرفي كذا، تخصصات مختلفة. صار فوكس على العليا، احنا شهادات. بما انه ما ورد في قانون موازنه، يعني مو تدري هوايه يجون الناس يراجعون يعتقدون انه مجلس الخدمه العامه الاتحاد الان
هو يعين بكيفه. لا صحيح. احنا ملزمين بتنفيذ ما يرد في قانون الموازنة وما يصدر من قرارات من مجلس الوزراء بهذا الصدد. هسه البعض يقولون شنو يعني قرارات مجلس الوزراء؟ مو احنا عندنا قنوات الحقيقة مهمة، مثلا المبتعثين خارج العراق للدراسة خارج العراق، دول الحقيقة اعطيناهم اهتمام أولوية قدرات وكفاءات، يعني يجب ان يتم احتضانهم. عندنا قناة النخبة ايضا ميزناهم في هذه الاستمارة مال التقديم. ميزناهم كيف؟ قلنا انه هم يحددون او هم مخيرين في اختيار الدارة اللي يريدون يعملون فيها يوظفون فيها. جميل. تقديرا للشهادة التي يحملها، خاض دراسة صعبة جدا و يعني مسمى صعب جدا اللي هو قناة النخبة. عندنا ايضا يعني كثير من التي درجات التي وردت في قانون الموازنة واحتاجت الى عناية من مجلس الوزراء الموقر، يعني على سبيل المثال الدارسين العفو الفاحصين على وزارة الدفاع ورد ذكرهم في قانون الموازنة، ويعني اجراءاتهم الادارية لا تزال محل كثير من الإجراءات والعناية الإدارية. هذه يعني عملية مختلفة عن استمارة توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا. جيد ممتاز. يعني أنا إذا قبلت تجيني رسالة نصية مثلا؟ طبعا بالتأكيد تتصل رسالة نصية لحضرتك على الهاتف أنك تم ظهور اسمك في الدائرة الفلانية على الواتساب. على الواتساب. على الواتساب تجي تأتي الرسالة، أنت تروح حضرتك للدائرة الفلانية، السلام عليكم أخواناني ظهر اسمي بدائرتكم كذا، يعني على نفس الدائرة تروح تروح على الدائرة نفسها. أها. الأمر الإداري مالك يصدر من الدائرة مالتك، والأمر الوزاري من الدائرة مالتك. إحنا فقط مجلس الخدمة يصدر قرار التعيين. أها. يعني قرار من مجلس الخدمة بتوظيف المتقدمين، ولكن الأمر الإداري والأمر الوزاري من الدائرة المعنية اللي راح إن شاء الله يباشر بها. خارطة الجهاز الإداري بالقطاع العام يعني. نعم. أكيد هذا موضوع كلش مهم. يعني مجلس الخدمة إلى شأن به، لو فقط هي عملية توجيه من مجلس الوزراء أن تعينون هالأشخاص تقابلوهم تحاولون تقدموا وخاي خلاص هذا مهمتكم، رابط ما بين مجلس الوزراء والدوائر الأخرى. لا الحقيقة قانون رقم 4 لسنة 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي ورد في واحدة من مهامه المهمة جدا هو إعادة النظر أو خلينا نسميها هالشكل إعادة هيكلة الجهاز الإداري في القطاع العام الحكومي. هاي واحدة من مهامنا من صلب مهامنا. ممتاز. بس إحنا عندنا معاناة دكتور، إحنا معاناتنا الحقيقة أنه بعض من مهامنا تتداخل مع مهام دوائر أخرى. صحيح. وهذه تحتاج الى تدخل من مجلس الوزراء ومجلس النيابه ايضا لفك الاشتباك. صحيح. يعني على سبيل المثال احنا قدمنا تعديلات في قانون مجلس الخدمه العامه الاتحادي وهو تحت العنايه في مجلس النواب، وقدمنا ايضا قانون معهد الوظيفه العامه. احنا يجب ان ما اخفيك ان نفتتح معهد الوظيفه العامه في مجلس الخدمه العامه الاتحادي، اللي هو دورة إقامة دورات تطويرية وتأهيلية لموظفي الدولة لموظفي الدولة وتوزيعهم وفقا بعد أن يتخرجون من هذه الدورات. هذا مو كان قائم أعتقد سابقا؟ يعني موجودة دائرة بهذا المسمى، يعني مسمى مختلف في وزارة التخطيط. هذه واحدة من كان مختصة بهيك موضوع. اي هذه واحدة من الدوائر اللي في وزارة التخطيط اللي يعني اكو اشتباك مع ما يسمى معهد الوظيفة. احنا معهد الوظيفة قانونا مختلف، قدمناه الى مجلس الدولة ومجلس الدولة صادق عليه الحقيقة وتم رفعه الى التشريع ومنتظرين في واحدة من جلسات مجلس النواب يتم النظر في قانون معهد الوظيفة. معهد الوظيفة اذا تفعل دكتور ما اخفي احنا يصير عندنا انتقالة كبيرة في الجهاز الاداري في الدولة العراقية. هذا ضروري. انت تعرف حضرتك احنا عندنا دائره مهمه تسمى دائره البحوث والدراسات الاداريه في مجلس الخدمه العامه الاتحادي، واحده من مهامها اعاده النظر في رسم خارطه الجهاز الاداري في الدوله العراقيه. صار قد من عمل هذا القسم؟ يعني هو من تاريخ تاسيس المجلس هو يعمل تعمل هذه الدائره. قدم لكم رؤى؟ احنا قدمنا الكثير من الرؤى، وما اخفيك حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشان، انه يجب ان يكون مجلس الخدمه ودائره البحوث والدراسات الاداريه تحديدا مسؤوله عن
إعادة النظر في الجهاز الإداري في الدولة العراقية، الهيكل الإداري. أستاذ سعد، هذا راح أخليكم أمام أمزجة الوزارات. لا الحمد لله، أبشرك. يعني قبل أيام كان هناك اجتماع مهم في مجلس الوزراء في هذا الموضوع. جيد. في موضوع إعادة النظر في خارطة الجهاز الإداري. الدولة بشكل عام، مجلس الوزراء بشكل خاص، دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني أيضا بشكل خاص جدا، فكرة كاملة لديهم عن أن يجب أن يتم إعادة النظر في رسم الجهاز الإداري. إحنا ضربنا أمثلة دكتور قبل قليل، قلنا هناك مؤسسات فيها ترهل وكثير من الموظفين يعني جالسين بدون عمل، وربما هم يمتلكون كفاءات ومهارات ولكن لم توظب وتوظف في مكانها المناسب. في قبال ذلك هناك دوائر تعاني من قلة الدرجات أو من قلة الكادر الإداري والوظيفي اللي تمتلكه حتى تنعش نفسها وتكون منتجة. الحكومة الآن تفكر في أن كيف مؤسسات الدولة تكون منتجة وفاعلة، صحيح، مو دوام روتيني. سوق العمل يحتاج سوق العمل، يعني أنت حتى يجب عليك أن تفكر أنه شلون تستثمر دائرتك، صحيح، يعني تكون تجيك إيرادات دائرتك، صحيح، مو فقط انه انت تؤدي خدمه عامه، ولكن في قبال هذا اكو بالامكان انه تفعل استثمارات من خلال دائرتك وتجيك ايرادات. هذا ايش قد يخفف عن الموازنه التشغيليه، وايش قد يضيف لك المتعين الجديد صاحب الشهادات اللي هو فعال مو كسول. هذا الفعال ايش قد راح ينتج لك الى سوق العمل. ولذلك احنا في مجلس الخدمه ما اخفيك يعني عندنا وجهة نظر في عملية توظيف الموارد البشرية. هسه ربما الكثير ينتقدنا يقول لك يا به الدولة بعد محتاجة موظفين. اي نعم تحتاج موظفين اذا تمكننا من تفعيل استثمارات شركات، صحيح، استثمارات مشتركة ما بين القطاع العام والقطاع، صحيح، الخاص، صحيح. بالامكان ان نجهز القطاع الخاص نقول لهم يا به دقيقة، انتوا لا تجيبون موظفين وعمال، احنا عندنا كادر جاهز، تفضلوا هاي تغذيتنا لكم. هذا كان اعتقد استاذ سعد، اعتقد هذه كان دراسه قدمت الدكتور عادل عبد المهدي في وقته ما كان رئيس وزراء. صراحه كانت هي فكره ونميناها فقدمناها للدكتور عادل. وراها اتخذ قرار بها. نقابه العمال كانت هذا عملها يكون. العامل البسيط او الخريج ان يؤخذ ماخذ موظف الدولة، يستقطع من الراتب التقاعدي، من استقطاعات التوقفات التقاعدية، وهكذا. ومن يطلع بسن تقاعدي وفق الإداري المدني العفو يطلع تقاعد ويستلم التقاعد. هذا هم نشط القطاع الخاص، وبالتالي هو أيضا أحس نفسه بأنه هناك ضمان حقيقي، ما يقوم يبحث عن التعيينات، صح، ولا يطرق أبوابكم، صح. فهذا راح تاخذه على عاتقكم يعني كمجلس خدمه. يعني احنا قدمنا افكار عديده بهذا الصدد. الافكار اللي اقترحناها الحقيقه تساعد على، بس محتاجين الى تفعيل قانون الضمان الاجتماعي. احسنت، اذا تفعل بشو هو الحمد لله الان هو متفعل. ها قراءه ثانيه يمكن لو تصوت عليه؟ لا هو تم التصويت عليه. ويعني اذا تم الحقيقه اجراء الرقابه او الفرق الميدانيه على كل المؤسسات الاهليه والشركات الأهلية، وحتى ما أخفيك حتى أصحاب المحلات، صحيح، العامل اللي يعمل في محل يجب أن يكون عنده أيضا ضمان 100%. بالنتيجة هو إذا تحقق هذا المراد يعني هو ما راح يفكر أنه يتوظف في القطاع العام الحكومي. فعلا صح. يعني إذا شاف أنه راتبه مع توقيفات التقاعدية، مع أنه يمتلك هوية في الضمان الاجتماعي ورقم في الضمان الاجتماعي، مع انه الاجواء ملائمه للعمل إليه، اكو ضمان صحي ايضا إليه، اكيد يسجل. هو بعد ليش يروح القطاع العام الحكومي؟ هي ترى الناس ليش تقاتل على الوظيفه؟ في ضمان تقاعد، فكر بالضمان التقاعد، راتب التقاعد. احنا لو وفرناه هذا في القطاع الخاص واجبرنا القطاع الخاص على هذا الموضوع، صح، بالتاكيد راح يكون الحقيقه عمليه الضغط على القطاع العام. احنا استردنا 40 دقيقة كاملة حمل الشهادات. صدق 40 دقيقة؟ ما حسيت هسه اقرب الساعة. مر الوقت. الله يسلمك يا قلبي. استاذ سعد 40 دقيقة منحناها فقط لاصحاب الشهادات العليا. انا بدقيقتين والله اظلمهم يعني. لكن وقت ما اعرف اخذنا يعني. باقي الناس اللي تريد تتعين تقول فقط ثم تاتوا بالشهادات العليا. راح تحرمونا احنا. ليش احنا ما
دراسة كاملة وتقرير كامل الحقيقة قدم من مجلس الخدمة العامة الاتحادي أيضا بهذا الصدد بعد أن شاهدنا قاعدة البيانات التي وصلتنا من مؤسسات الدولة اللي محتاجة لكثير من التخصصات. قدمنا دراسة الحقيقة وتقرير بهذا الصدد أنه قطاعات الدولة ما محتاجة فقط بعد شهادات عليا وأوائل، مع كل الاحترام والتقدير لهم، ولكن أيضا محتاجة تخصصات أخرى. لا يمكن أنه توقف الدولة فقط على الجالسين على المكاتب، إحنا محتاجين إلى ناس ميدانية يعملون ميدانيا. بالنتيجة كثير من الفاعلية الإدارية والفنية تقف إذا ما يكونون متوافق. قدمنا الحقيقة، بس إحنا تدري دكتور إحنا محتاجين شوية نصبر على الحكومة، نصبر على الدولة أولا ونصبر على الحكومة. إحنا الآن الحكومة تعمل بجهد كبير وتحاول أن تراعي كل الفئات وكل المشاريع وأفكارها طموحة، وهذا مو مدح ولكن هذه الحقيقة. محتاجين أن شوية نصبر، وبالنتيجة الظفر يأتي تباعا إن شاء الله. إذا إن شاء الله الحكومة يعني في هذه السنة اكتملت مشاريعها على وجه الأرض وبدأت بافتتاح المشاريع الأخرى، السنة القادمة راح تحتاج الدولة الحقيقة هذه الفئات. وقبل قليل قلنا ممكن نوظفهم في هذه المشاريع إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ سعد، عن إذنك أكو مناشدة كلش مهمة يعني لأبطالنا في الحشد الشعبي. نعم. يعني كل الفضل أولا لله سبحانه وتعالى ولمرجعيتنا الرشيدة المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني أدام الله ظله، وفتوى المرجعية المعروفة بالفتوى الكفائي، والحرب ضد داعش والانتصارات التي تحققت بدماء شهدائنا من الحشد الشعبي وجرحانا من الحشد الشعبي وأيضا القوات الأمنية. رسالة إلى مجلس النواب: نحن شريعة المتقاعدين من كبار السن في الحشد الشعبي، والبالغ عددا حوالي 2600 مجاهد، ونحن أول من وضع اللبنة في تأسيس الحشد الشعبي، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها تفاجأنا بقرار الاستغناء عن خدماتنا في الشهر العاشر عام 2018، وإلى يومنا هذا ونحن في إجازة مفتوحة بدون حقوق، وقسم منا لا زال في الخدمة بعنوان مستشار حربي وأيضا بدون حقوق. معظمهم هم قادة الحشد، آمري ألوية وآمري أفواج ومدراء أقسام مهمة في الحشد، وكنا ننتظر حل لمشكلتنا. ناشدنا كافة الأخوة في البرلمان في الدورة السابقة والحالية، وقبل أيام صوت مجلس الوزراء على قانون الخدمة والتقاعد للحشد. تبين لنا لا يوجد فقرة في القانون تخصنا أبدا، وكان من قام بكتابة مسودة القانون يحمل البغضاء من أصحاب الشيبة البيضاء. لذلك ندعو الأخوة النواب في البرلمان العراقي لتعديل القانون من قبلهم، إكراما لتلك التضحيات التي قدمناها طيلة هذه السنوات. ومطلبنا هو بسيط جدا جدا، هو إعادة من يرغب منا للخدمة والتنازل عن راتب التقاعدي، ثم يتم إحالتنا على التقاعد على قانون الحشد، أو تكون إضافة سنوات الخدمة حسب الأمر الديوان الصادر بنا، لكن تضاف لو فقرة تكون لغرض العلاوة والترفيع، أسوة بالضباط من الداخلية والدفاع الذين شملهم الأمر الديواني لكونهم كانوا مفرغين للعمل في الحشد. دكتور، لا نعرف ما هو الفرق بيننا وبينهم، كلنا قد قاتلنا في خندق واحد وهم معنا في الحشد، يعني يقصد القوات الأمنية، ولهم كل الاعتزاز الذين قدموا أيضا تضحيات من شهداء وجرحى. هذه المناشدة إلى مجلس النواب المؤقر، الأستاذ محسن مندلاوي رئيسا بالنيابة، وأيضا الأخوة الأعضاء. يعني بعد ما نقدر نتحدث أكثر، هم حشد، هم الأبطال، وأغلبية كبار السن هم أول من لبى النداء، فهلا هلا بيهم.
كراسيكم صارت وقعدتوا على الكراسي بسبب هؤلاء. قبل أن نختم الحلقة أستاذ سعد بدقيقة ولو سمحت أو أقل الدقيقة، هل أنتم راضين على عملكم؟ مو كل الرضا. احنا قلنا قبل شوي، قلنا احنا عندنا اشتباك، اذا منحنا مهامنا تفعلت مهامنا بشكل كامل قانون رقم 4 لسنة 2009 نشعر بالسعادة والرضا. اذا بقت الامور هكذا الحقيقة احنا مو كلش راضين عنه. ندعو من الله ان شاء الله ان يكتمل الرضا عنكم. شكرا جزيلا الاستاذ سعد اللامي الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي ومدير العلاقات العامة أيضا. لا الحقيقة كون السابق مدير العلاقات العامة تستحق كل الأماكن إن شاء الله، كونك أنت متعاون جدا معنا أستاذ سعد. شكرا مرة أخرى لك أستاذ سعد. إذا مشاهدين كان في ختام الحلقة قبل اتحاد كادر البرنامج، أنا معدو مقدم البرنامج حازم الحرب، ألتقيكم بإذن الله تعالى وعبرنا الوقت هواي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة 6 مساء في أمان الله، عفوا 9 مساء في أمان الله. شكرا جزيلا.